اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بالنسبه لنا نتيجه 1-0 نتيجه طيبه لجمهورنا، جمهور الهلال القدس وللفريق. احنا ما كنا متوقعين انه تكون هيك النتيجه، توقعنا انه تكون اخطر شوي، والحمد لله ربنا وفق الشباب ولعبوا باريحيه، وان شاء الله خير، وان شاء الله نقدر نسدها بفلسطين بالقدس. وديما رجا احنا نحبكم كثير، ولكن الكرة القدم هيك لا تقبل القسمة على اثنين. اخوي رقم 17 لعب سامر جندي بهلال القدس، وانا جيت عشان اسانده، وتفاجأت بمحبة الشعب المغربي والجماهير. انا بصراحة هذا احسن شيء بحياتي صار صراحة. انا عمري 28 سنة ما صادفت هيك اشي، ولا راح اصادف انا متأكد، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونعيدها كمان مرة وكمان مرة وكمان مرة. احنا نحبكم يا الشعب المغربي، وخاصة شعب الرجاء، وديما رجاء دائماً.